السادة نواب البرلمان بغرفة والي ولاية وهران، وكذلك الشكر لي أقل يتفضل مشكور الجزائر في البحر الأبيض المتوسط وفي العالم. مبارك هذه الاتفاقية التي أمضيت بين مدرسة الفندقة والإطعام لشرع بوهران ومديرية السياحة لتكوين هؤلاء الشباب المتطوعين اللي راح يكونوا هم سفراء الجزائر، سفراء وهران وسفراء كل الجزائر، للتعريف ولتقديم كل هذه الكنوز لضيوف إن شاء الله اللي راح يكونوا ضيوف وهران بمناسبة دائما الألعاب البحر الأبيض المتوسط. نعلن رسميا إذا سمحت لي سيد الوالي والإخوة الحضور على افتتاح هذه الدورة التكوينية لتكوين 193 متطوع، وأؤكد هنا على متطوع لأنه من حب الوطن وحب وهران اللي هما تطوعوا باش يكونوا مرافقين لكل الرياضيين وكل الصحفيين وكل الوفود اللي راح تكون بالآلاف.